رح آخذ هي. يسلموا شيناي. سرحات؟ اجيت لعندك بس مو بصفتي دميركان، جيت بصفتي سرحات وبس. مشكلتك ستك ما تخانقت صح؟ تركت القصر وكل شي بملكه واجيت لعندك، يعني ما ضل عندي ثروة غير عشي إلك. تقبليني بوضعي هاد؟ أنا حبيت سرحات هذا أكتر. أهلين فيك. ليش هيك واقفين؟ اقعدوا يا ابني. أنا سمعت حديثكم بالصدفة. عمي رستم، نحنا ما قدرنا ناخد رضاك، بس نحنا قدمنا طلب مشان الزواج. بكرة رح نتزوج. عم تقول بكرة؟ أنا ما رح أتخلى عن زمرد. قلت هالحكي لعائلتي قبل شوي وهن هددوني بثروتي وعائلتي. أنا تركت كل شي بملكه وإجيت. شو رح تقبلني بوضعي هاد؟ رح تعطيني بنتك؟ ليك يا ابني، أنا مشكلتي ما أنا معك أساساً، هي مع عيلتك. بخاف إنه يزعلوا عيلة دميركان من بنتي. بس طالما أنت تركت عيلتك وقطعت الروابط بيناتكم، أنا رح أفتح لكم صدر قلبي وبيتي كمان. يا ابني لازم تعرف أنا ما عندي أغلى من بنتي زمرد ومن سعادتها. بابا كأنه صار كل شيء بسرعة. ما عنا عرس بكرة. انت بتعرف عمي رستم، نحن ناطرين من زمان، ما هيك؟ ما لي مصدق امتى يجي بكرة لأنه حاسه عمر كامل. يا ربي يا ربي، ليك شو صار؟ يا ربي دخيلك، وين كنتي يا بنت؟ شو صار يا أمي؟ قلتي لي يجي بسرعة. لك بنتي وقع القصر فوق راسها، طربقت فوقنا. شو صار؟ يلا احكي لي. لك الساحرة عظيمة هددت سرحات، قالت يا زمرد يا أما ساروتك، سرحات شو عمل يا ترى؟ ترك كل شي، ما ضل معه شي يا بنت، أفلس الزلمة بالمرة. وبعدين يا أمي شو كنت رح أعمل أنا بهالوضع؟ قلتي لي تعي بسرعة، كان عندي موعد لغيته لهالسبب بس يا أمي. معقولة أنتي؟ لك يا بنت انت ما عم تفهمي بالمره، يعني ليكي عم اقول لك اخوكي سرحات بقي بدون مصاري، ما كنا رح نصير ستات هالقصر لما تتزوج اختك زمرد، صرنا مثل درج الباب هلا. انا لازم اضمن نص الاسهم وبسرعه مشان اضمن القصر كلياته بعدين. شو رح تورطينا هالمره؟ عندي فضول كتير اعرف. ايه بدي زوجك للطيف وبسرعه كمان. يا امي لغيتي الموعد اليوم، بس ما رح أقبل أي عذر بكرة، خلي هالشي ببالك. ليكي شو إجاكي لحتى انبسطتي هيك؟ ولا شي. مليحة يا روحي، حطي عقلك براسك، لا تركزي على شغلات فاضية، فكر بلطيف وبس يا روحي. ليكي لطيف صار هلأ كبير عيلة دميركان كلياتها، هو الكبير، يمكن يصير بأي لحظة هو الوريث الوحيد. إيه زمرد؟ سرحات؟ ليش اجيت لهون؟ اجيت لقلك تصبح على خير؟ ايه تمام، هي قلت يلا روح. يعني رح تخليني روح بدون ما تعطيني بوسة؟ لك سرحات هلأ بابا بيشوفنا،
تمام، يلا روح. يعني روح؟ سهندان عم تتصل، لازم أحكي معها. ألو؟ أختي زمجود، شفتك دقيقتي لي هلأ، شو صاير؟ في شي؟ لا تواخذيني، دقيت لك بهالوقت بس. شو في؟ أنتو مناح؟ مناح مناح، يعني مناح كتير. أنا وسرحات رح نتزوج بكرة. عن جد عم تحكي؟ إيه عن جد، وبدنا ياكي تجي أنتي وحميد. بستك يا سهندان وسرحات تخانقوا، يعني ما حدا رح يجي على العرس. إذا أنتي ما أجيتي رح أفهمك. أنا بدي هالشي كتير، بس الوضع يعني هون صعب شوي، ما فيني أوعدك يعني. تمام، مثل ما قلت لك رح يصير العرس بحديقة بابا، إذا ما قدرتي تجي رح أتفهمك. يلا بشوفك. أخي سرحات وأختي زمجود رح يتزوجوا بكرة، منقدر نروح على العرس؟ سهندان، حتى لو كنتي أنتي يلي بيننا، بس نحن وعيلة دمير كان أعداء. هلا وكأنه ما صار شيء، وكأنه ما عشنا شيء. ما بقدر روح على القصر وافرح. لا تواخذيني. يا بسم الله. صباح الخير. ها صباح النور. ليش جاي بكير عشاء؟ ولا ما اجيتي امبارح عم تفكري تشتغلي اضافي اليوم؟ كنت بدي احكي معك بشي. طبعا تفضلي. شو بدك نحكي؟ أنا بدي أترك الشغل يا جيهان. مشان هيك؟ طب أنا عملت شي غلط بدون ما أعرف؟ لا لا بالعكس، أنت حاولت تساعدني على طول. الصراحة حاولت تعلمني الشغل، أنا يلي ما قدرت أوفي بوعدي. أنا وسرحات قررنا نتزوج مرة تانية، لهذا السبب بدي أترك. إيه مبروك. ليك اللي عملته كرمالي كتير غالي علي، بس أنا وسرحات رح نبلش حياة جديدة، بدي يكون جنبه وبس، بدي نتحمل مشاكل الحياة سوا ولحالنا. أخذتي قرارات كبيرة بليلة واحدة، شو بدي أقول؟ على خير إن شاء الله. رح نتزوج بحديقة بيتنا اليوم، إذا أجيت رح كون مبسوطة. شوفي أنا ما رح أقدر أجي، ما رح اجي، بس مع هيك بتشكرك على دعوتك اللطيفة هي يعني. وطالما هيك صار امسكي، هاد هو راتبك. لا ما رح اقبل ابدا، اساسا ما صار لي شهر لسه. لك شو هالحكي هاد، انت عملتي كل شي بتقدري عليه، تستاهلي امسكي. لا عن جد ما بقدر. ما بيصير هيك زمرد، امسكي هذا حقك، خدي ليكو قدامك.
عصبت مني كتير؟ طبعاً معك حق، أنا قلت لك ما رح أترك الشغل، بس طالما رح تتزوجوا خدي هي كمان هدية صغيرة إليك. جيهان كتير حلوة، هاي غالية كتير بالنسبة إلي، رح دير بالي عليها لآخر عمري. أنت ساعدتيني بأصعب أوقاتي، وقفتي معي، لهيك بتستاهلي كل شي منيح. لو تعرفي قديشك غالي عندي. وأنت ساعدتني بأصعب أوقاتي، ما بقدر أوفيك حقك. يسلموا. صباح الخير. صباح الخير يا ابني، تعال. أنا ما شفت زمرد، بتعرفوا وينها؟ ما بعرف، وأنا ما شفتها. بجوز راحت لحتى تشتري خبز. رح أروح وشوفها، ماشي؟ صباح الخير. صباح الخير يا بنتي. فكرت إنه غيرتي رأيك وبطلتي تتزوجيني. شو بك جنيت يعني؟ رحت لعند جيهان حتى قلو أني تركت الشغل. بيتنا وشغلنا واحد من بعد هلأ، تمام؟ أمي؟ أمي؟ ما فينا نطول بهالزعل، ليكي في عرس اليوم، خلينا نروح كلنا، شو رأيك؟ أبداً، بموت وما بروح هالعرس. بس نحنا منروح يا أمي، الست ألفت عم تجهز حالها كمان. اللي بدي يروح على هداك العرس ما بقى يفوت على القصر. مين رح يتجوز؟ بابا ما؟ صباح الخير. صباح النور. أهلا وسهلا. أهلا فيكي. هي إجت لإلك. من مين؟ ما بعرف. الله الله، عم أسأل حالي كتير كيف ممكن يطلع شكله عليك. كتير حلو ما؟ إيه والله حلو كتير. منكشة؟ شو هالشناتي؟ أنا رايحة عظيمة خانم، سرحات رح يتزوج اليوم، هددني وراح، ما ضل عنا شي منقدر نعمله حتى نمنع هالشي. طالما رح تستسلمي بهالسهولة ليش قلتي إنه أنتي معي؟ طبعاً أنا معك عظيمة خانم، بس نحن رايحين، تعرفي سرحات استأجر لنا بيت. هداك البيت ما عاد موجود، فسخنا العقد، أنتي رح تبقي معي من هون ورايح وما رح تروحي. أنتي عم تحكي عن جد؟ وعندي مخططات تانية مشانك كمان. أوه شو هالأناقة كلها يا عريس؟ بعت لي يا أخي عمر هدية منه. وين عروستنا؟ وين؟ بسيطة عمي رستم، بسيطة. يلا تعا خلينا ننظف بالمطبخ.
vakti seherde açılır perde düştüğüm yerde düştüğüm yerde derman sendedir. Ehlen ya Aruz. طالعة حلوة شي؟ طالعة بتاخدي العقل. لسه ماني قدراني صدق سرحات. رح نتزوج عن جد؟ وقف، رح يشوفنا بابا هلا. ليش هيك عم تعملي؟ رح أصير جوزك بعد ساعتين. سرحات، أنت متأكد مو هيك؟ يعني بموضوع عيلتك ما رح تندم بعدين. أنا ما ببدل حبك بكنوز الدنيا كلها. لك شو بدي أعمل فيكي يا بنت؟ شو بدي أعمل أنا؟ يا ربي وين هالبنت؟ إن الرقم المطلوب مغلق حالياً، بإمكانك ترك رسالة صوتية بعد سماع الإشارة. ليكي يعني مليحة عم بيقولوا رسالة صوتية يا بنت؟ أنا هلأ عم بترك رسالة؟ ليكي أنا رايحة على عرس أختك وإنت تعالي لهنيك، تمام بنتي؟ إيه؟ اف مالك فائدة بشي يا بنت، لك وينك هلا؟ يا ربي دخيلك. اف شو يا روحي؟ بدي روح على مكان، انت شو بدك؟ ليش واقف هون؟ شو عم بصير هلا؟ شو هاد؟ شو صاير لكم انتو؟ احكوا لعمة، شو بدكم مني الي؟ لا تحكي، تعي معنا. لك تركني تركني، انت بتعرف مين انا؟ ليش ماسكني هيك؟ لك انا بملك نص هذا القصر، لك انا خانم. الو مليحة وين انتي؟ اختي عم دقلك، تليفونك مطفي، رح تلحقي العرس صح؟ في مشكلة بموبايلي يا اختي، عم يطفي كل شوي. طبعا طبعا رح الحق، في مجموعة سياحية بس تروح رح أجي فوراً. ليش أنا بقدر أتركك لحالك بهاليوم؟ تمام، لكن ناطرتك لا تتأخري. تمام يلا مع السلامة. شو رأيكم نحط الطاولة هون؟ يعني بس يجي كاتب الكتابة منسحبها. تمام. شو هذا الصوت؟ ايه يلا تفضلوا. لوين؟ مو العرس رح يكون هون؟ العرس ما رح يكون هون، يلا رح نتأخر. معناتها رح يروحوا بعد ساعة ما هيك؟ إذا ما تغير البرنامج إيه؟ يسلموا يا مريم. الله يسلمك. إيه يا طلعت؟ مليحة؟ أنت لازم تجي على غرفتي فوراً. ليش؟ شو صاير؟ ما بقدر خبرك على التليفون، تعي فوراً لو سمحتي. تمام تمام يلا جاي فوراً. وهلأ وقعي هون وبدون ما تحرقي حالك. رح تخليني اتنازل عن الأسهم بالقصر يعني مو؟ رح أخذ أسهمك وأعطيها لدينيس، بس لا تخافي رح تاخدي حقهم. يلا وقعي.
انت جنيتي شي يعني؟ معقول انا فيني وقع على هيك شي؟ انا فيني اعطيكي نص القصر وبالتحديد للعقربة هي؟ لا وقف وقف. شو عم تعملي انت؟ يعني بدك تقتليني اذا ما وقعت على الاوراق هدول؟ لا تشكي بهالشي ابدا. يا ربي. أنا كنت مفكرة إنك أنت إنسانة شوي، بس لا طلع ما عندك جنس الإنسانية، ما لازم نتفاجأ إنك أم هداك القاتل عباس. لك بتستاهلي كل شي عشتيه، لازم تموتي فيه. إذا ما كان بدك أقتلك هلأ اطلعي من هون. فكرة إنك بتملكي كل شي صح مو هيك؟ إيه؟ بس هاي الدنيا ما بتضل لحدا أبداً. لك أنا عم قلك هلأ وبدي أحلف على كلامي، رح تطلعي من القصر وإنت عم تزحفي على بطنك إن شاء الله. ألفت خانم، برأيي اجمعي أغراضك وطلعي من قصري، ما بدي حشرة ضارة بهذا البيت. عقربة لك والله حية حية ونشرة سما. ايه مزبوط، بس انا رح قلك رح اجي مرة تانية بصفتي ست القصر، ورح يكون اول شغلة بعملها اني قلعكن منه ان شاء الله. بكفي بقى، روحي من هون، روحي. رح تشوفوا رح تشوفوا، انا وبرجيكن. يا ربي دخيل لك انهد كل شيء، يا الله دخيل اسمك. انا خسرت كل شيء، بس بكره بتشوفوا مين هي ألفت. بكره وينك لهلا؟ يلا فوتي بسرعة. شو صاير؟ انشغل بالي. شو صاير يا ترى؟ في شي صار بخصوص المي؟ ولا المكيف؟ بدي أخذ رأيك. أي أحلى فيهم؟ هي ولا هي؟ نادت اللي مشان هيك؟ إيه بدنا نتعشى المسا سوا. الحلقة كتير لابق لك، يعني انتي حلوة كتير وانا لازم كون انيق، يعني انا رح اقعد قدامك طول الليل، لهيك اختاري. البوس هي لك. يعني الزرقاء. الازرق يعني مستقبل حلو، يعني مفاجآت كتيرة. بتشوفي انه في مفاجآت كتيرة عم تستنانا انا وياكي. كتير حلو يا سرحات. نحنا نطرنا هاليوم كتير، أكيد ما كنتي عم تستني أعمل عرس ناشف في بيت أبوكي لأنه ما معنا مصاري، يعني بيستاهل.
هاي السيارة جاية من القصر؟ بابا، الأميرة النائمة. سرحت بيك، بس اتصلت أخذتها وطلعت على أساس على الحديقة، إن شاء الله ما يعصبوا مني. لا تخافي، ما حدا رح يعصب، طبعاً رح تكون بنتي جنبي بهيك يوم. أهلين فيكي يا روحي. بنتي؟ حبيبتي. بابا. بنتي شبك انتي؟ ليش شاردة؟ فهمت انه امي ما رح تجي لانه خايفة من عظيمة خانم، بس ليش تأخرت مليحة بابا؟ شو رأيك؟ هيك بناسبك هالليلة؟ ايه كتير صرت حلو. يا ترى لوين لازم آخدك؟ لناكل شي مقابل هالحكي الحلو. منشوف لوين بدنا نروح. اي بصير؟ يا ربي شو صار؟ تأخرت. على شو؟ اليوم عرس أختي ومرقت ساعة ولازم روح لحقهم فورا. أنا بجي لعندك بعد العرس. طيب 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 طيب، وقفي اهدي، روقي شوي، من حلة. أنا ببعتك بسيارتي الخاصة. شكراً لك. بس أول شي لازم تشربي معي كاس. رجاءً ما بدي أتأخر أكتر. خمس دقايق ما بأخرك، ما بظن بصير شي إذا تأخرتي خمس دقايق زيادة. ايه يا ضيوفي الاعزاء، مرحبا فيكم مراسم عرس زمرد كول اوغلو وسرحات ديميركان. ادارتنا راجعت طلب الزواج الخاص فيكم نتيجه الفحوص اللي صارت. لقينا انه ما في مانع من كتب كتابكم هلا. بدي اطلب منكم تكرروا طلبكم، زمرد كول اوغلو بدون أي تأثير وبرادتك، بتقبلي سرحات ديميركان زوج يكون لإلك بالمستقبل؟ إيه؟ وأنت سرحات ديميركان، بتقبل زمرد كول أغلو تكون زوجة لإلك؟ بقبل. قديشكن حلوين. وانتو بتشهدوا؟ طبعا. وانا هلأ بعلنكم متزوجين استنادا على الصلاحية اللي اعطاني اياها رئيس البلدية. بتمنى لكم السعادة بكل العمر. بتمنى لكم السعادة مرة ثانية. تفضلي. موت فيك. بحبك كتير.
مليحة؟ ليش ساكتة هيك؟ أنا عم أحس إنه ماني منيحة أبداً. خليني روح، بدي روح. تعي. آخ يا عصفورتي، كيف فتي على القفص بهالسهولة؟ أنا ما عم بفهم شي، لازم روح. لازم روح. تعي تعي. امشي، تسطحي على التخت شوي. لا بدي روح. لوين يا عصفورة؟ نحن هلأ بلشنا. كان كل شي حلو مو صحيح عمي رستو؟ بس ما انتبهتي انه بنتي كانت تعبانة كل الوقت، أما وأختها ما أجوا. بس على كل حال كل شي صار منيح، رتبوا سرحات بشكل جيد الحمد لله. إن شاء الله بيضلوا مبسوطين كل حياتهم. إن شاء الله. ألفت؟ رستم، أنا لسه في إلي مكان هون؟ على أساس كنتي مبسوطة بقصرك وأخدتي نص الحصة وقعدت هنيك، شو اللي صار هلا؟ قوليلي. أنا حاولت أعمل شي يعني، بس كله انهد فوق راسي. شو بدي أعمل؟ قلت مالي مكان غير هون جنب بناتي. أنا رجعت لهم حصتي من القصر وإجيت. إيه تمام، طيب يلا تعالي. يسلموا يا روحي، شكرا كتير. شو بعد؟ لوين اجينا سرحات؟ قلت لازم يصير مثل العادة. ليش صرفت هالقد؟ ما في داعي، ما كان في داعي نعمل شهر عسل. بالحقيقة أنا استأجرت هالمكان من زمان بس فقتي، على أساس ما كنا رح نترك ولا رح نقضي العطلة هون بعيد عن الكل. بس طبعاً بعد يلي صار تركت هالمكان، بس صاحب البيت قال لي ادفع أجاره وحط مصاريف عادية مو أكتر من هيك، قال لي رح تقعد فيه أنت ومرتك يوم أقل شي، وهيك صرنا ضيوفه. سرحات، المعجزات عم تتحقق واحدة ورا التانية. أنا خايفة من إنه يصير شي وتخرب علينا. ما في داعي تخافي بعد هلأ، ما عاد ولا أي شي يفرقنا. Thank you.
لا شو عملتي يا مليحة؟ شو عملتي هلا مليحة؟ ما عم صدق، معقول مات؟ ما عم صدق، ما عم صدق، مات، مات. مساء الخير أخي كامل. مساء الخير معلم. ما بينت الخانم اليوم؟ هي تركت الشغل. لا تقولها، كانت بنت شاطرة وبتشتغل كتير منيح، حرام يلي صار فيها. أي والله عن جد حرام الشي اللي صار. أنا ما فقدت إيماني أبداً، كنت بعرف إنه رح نكون هون شي يوم. إيمانك عطاني القوة، تغلبت على خوفي. بس لو يصير عنا ولد يا سرحات أخلاقي شيك. رح يصير زمرد. عم تقول رح يصير؟ شوفي لساتك عم تسألي. الإيمان بحقق كل المعجزات، لا تنسي هالشي يا روحي، طمني. يا روحي. ألفت خانم. بصير تقلي سلفت؟ لا، قول أمي خليه يتعود لسانك عليها يا روحي. أنت أمي ألفت، أنت ليش طلعتي من القصر؟ سألت ستي قالت لي إنك رحتي لأنه بناتك ما عم يجوا، وعم اتصل بمليحة ما عم بترد علي كمان. بدي أقول لك الحقيقة، يعني شوف ابني لطيف، لك ستك ما بدها ايانا نضل، قالت بما انه بناتك مو هون اطلعي وروحي انت كمان. طبعا انا يعني انساني عندي كرامه، ضربت الباب برجلي وطلعت فورا من القصر. يا ريتك ما تسرعتي امي ألفت. ايه معك حق، بس يعني شوف بالحقيقه انت شايف انا ما فيني اتحمل يضلوا الشباب منفصلين هيك عن بعضهم، يعني بيتوجع الإنسان من جواته. شوف بالنسبة إلي يقولوا شو ما بدهم، أنت لازم تتزوج من مليحة. اتزوج؟ ومليحة شو رأيها بهذا الموضوع؟ لك هي رضيانة وقالت لي إياها يا روحي، لو بتشوفها والله يعني لازم أنت تتزوج من مليحة وبدون ما تقول لأي حدا، وأنا معكم بالقصة. مليحة؟ أخي جميل، أنت منيحة؟ شو عم تعمل هون؟ بصراحة تعطلت واحدة من الكاميرات اللي هون وإجيت أفحصها. ليه هيك وعيكي؟ هاد داملك مليحة؟ أخي جميل بترجاك ساعدني، أخي جميل بترجاك، بترجاك ساعدني. تمام تمام أكيد بساعدك، قليلي شو اللي صاير. تعال شوف. تعال تعال نشوف. يا الله دخيلك لوين؟ شوفي شو عملوا لنا أكل، تفضلي شوفي. أوه والله جعت. أنت بتحبه
بس بتعرفي إذا خليتيني أتعود هيك أنا رح أطلب منك على طول. اطلب. وأنت اطلبي، أنا بعمل كل شي بدك إياه. بدي مرجوحة. شو؟ بدي مرجوحة بحديقة البيت. كان في بحديقتنا مرجوحة لما كنت صغيرة كتير، كنا نحب نلعب فيها كتير. ما بدي بنتك تمل بس تجي لعنا. طيب شو رأيك نجيب أخ لإشيك بدال المرجوحة؟ ما بيكون أحسن؟ سرحات. ايه يا عمري. هذا الزلمة كان وراك من كذا يوم صح؟ يا أخي بس أنا ما عملت أي شيء. شو عملتي بالسكين؟ ليك هنيك. أنت قتلتي هالزلمة يا مليحة. ألفت؟ أوف شو؟ أنت وين كنتي بهذا الوقت؟ نسيت شوية أغراض بالقصر، يعني منشان هيك أنا رحت منشان جيبهم ورجعت فورا، ما ضليت. وين مليحة؟ ما كانت معك؟ اتصلت فيها وبعثت لها رسالة منشان تجي على البيت القديم، يعني هي ما أجت لهون؟ قلبي حاسسني إنه أنت وبنتك عم تخططوا لشي. شوفي يا ألفت، إذا بدك تعيشي بهذا البيت ما بدي أي مشاكل وخداع من هالقصص. أوف يا شوفوا شوفوا، الفار كبر وصار أسد عم بتنتور فينا كمان. بس الحمد لله إنه نحنا ما رح نضل بهالبيت فترة طويلة، رح نرجع على قصرنا إن شاء الله إن شاء الله. بس مليحة وين هالبنت هي؟ شغلت لي بالي. تخيتي يلا مليحة كوني قوية. اصلا هاد الزلمة كان مبين وصيخ، حاول شي يهجم عليكي. نحنا شربنا كاسين مع بعض وما بعرف مدري شو صار لي، دخلت هيك وهو تمسك فيني وقال لي لا تروحي وحاول يتقرب مني، وبعدين فجأة فقت وشفت السكين بإيدي. هو كان متسطح هنيك بس أنا ما عملت شي، أنا ما لمسته يا أخي، والله ما لمسته، والله ما بتذكر إني عملت هيك شي، أنا ما بساويها. ما حدا غيرك فات لهون؟ أنا عم شوف الكاميرات، ما حدا مرق من هالمدخل. بس أنا ما فيني أعمل هيك يا أخي، أنا ما بقتل حدا، ما بعملها. مين بيعرف شو حط بكاسك؟ مثل ما توقعت، زلمة وسخ حط ضوى بكاسك لهيك ما عم تتذكري شي. أنا ما بتذكر إني عملت هيك شي يا أخي، ما عم بتذكر شي. شوفي يا مليحة،
أنا شفت كتير ناس عملوا جرائم، أغلبهم ما بيتذكروا لا كيف ولا إمتى عملوا جريمتهم. المخ بيتصرف هيك، ما بيتذكر شي اللي ما بيفيده. يعني أنت مخك ما عم يتذكر شي اللي عمله، فهمتيني؟ يعني عن جد موبايلي أمي عم تتصل. لا لا أصحك تردي، أوعك تردي عليهم. افتحي القفل لشوف. لا تخافي مليحة، أنا عملت هالشي مشان شرفك. أنا رح ساعدك يا أختي. كيف؟ رح ننظف الموضوع سوا بدون ما حدا يحس. طيب يا أخي.